اليوم عندنا تغطية مختلفة جدا في مطعم تمن ومرق. هذا مطعم المأكولات العراقية، أطباق عراقية ومشويات، خصم 25% لمدة أسبوع. عندهم قسم للعائلات، في جلسات خاصة وبارتيشن، خصم هنا في المطعم أو استلام، ويشمل توصيل في حالة الفاتورة ما تقل عن 100 ريال. يعني لازم فاتورة تصير 100 عشان تحصل على الخصم والتوصيل. ما شاء الله تبارك الله. أصناف باقي إيش؟ السمك. جيب السمك يلا. ما شاء الله تبارك الله. هذه الأصناف أصناف عراقية مع مشاوي مع مقبلات. كم صنف ما شاء الله الحين؟ تقريبا 30 صنف. بنمر على الأصناف كلها. معنا مدير المطعم. هذا المسقوف السمك صح؟ السمك المسقوف العراقي. نعم ممتاز. هذا باجي العراقي. باجي العراقي. طيب هنا عندنا المشاوي. الريش والكباب اللحم، كباب الدجاج. مضبوط. هذا ايش الصنف؟ هذا خبز اللحم. خبز اللحم. هنا بعد تكمل الاصناف المشاوي. هذا رز. ايش اسم الرز هذا؟ هذا الرز البرياني. رز البرياني. وهنا عندنا العرايس اللحم. اوكي. هذا التشريب الباميه. حلو. هذا الكباب البابلي. كباب البابلي. ايوه كباب الدجاج. اوكي. هذا رز الباجيلا. تمام؟ اي نعم. اوكي. الصنف المغطى هذا. هذا. بسم الله. هذا ايش يا معلم؟ جلي فراي. جلي فراي، ايش يحتوي؟ لحم مع الخضار بالفرن. لحم مع الخضروات بالفرن. لحم نعيمي مع الخضار بالفرن. هنا عندنا الكبة المشوية بلحم الخروف. وهنا عندنا تمن باجيلا. لحم الموز. هنا طبعا كل اللحم يأخذ الموزات. هنا تمن بالرز الأبيض. آه محمد ايش جايب؟ هذه عليها مدح انا سمعتها من قبل 4 أيام. المحاشي؟ على الدولمة وبالمحاشي. هذه الله. طيب ايش رايك بالسفرة هذه كلها؟ ما شاء الله عامرة. الله يبارك لهم ان شاء الله فيها. مدح زين بسم الله. هذه قبل ما نسمي. صراحة السفرة تشهي. نبدأ بالمحاشي. باقي يا معلم مرق البامية؟ ايوه. احنا يمكن ما نخلص من التغطية الا بكرة. هذا مرق البامية. دي مرق بتاعة المطعم بتاعنا. ايوه. ده مرق اسمه البامية. اوكي. تمام. ده اسمه حكومة باللحم. ده سدي. هذا ايش؟ سدي. اوكي. هذه كلها اكلات عراقية يمكن انا اجهل بعضها، لكن اللي يحبون اكل عراقي يجون هنا. لا هذا باذنجان. السمك المسكوف. هذا باذنجان. المسكوف اللي شرحناه هو اللي بنبدا فيه. أهم شيء السمك المسكوف. هذا اللحم المسكوف مشوي على الحطب. اي مشوي على الحطب. تفضل. انت جربت السبجي؟ عمري ما جربت. هذا اكل زبريه معروف اصلا وعراقيه اصلا. هي زبريه متوفره هنا في تمن ومرق. ايش مكوناتها يا شيف؟ المكونات عشان نعرف بعض المتابعين. دي سبانخ وسل وحلبه وشبت وكزبره وكرات و ما شاء الله يعني كلها مكونات مفيده. كلها فيتامينات مع اللوبيا. حلو. دي بتتحمص. دي يعني من الاكلات اللي هي صعبه بس مفيده. حلو. انا اشكر مطعم تمن ومرق صراحه على الكيكه. هذه ضيافه خاصه وهي مش موجوده في المنيو، فكل الشكر لهم. وفي نفس الوقت نحتفلين في عيد ميلاد المهندس ايمن. عيد ميلاده 25 سنه ولا العكس؟ 52. اوكي معليش. الله يعطيك طول العمر والصحه. تسلم حبيبي. نائب الشرقيه مع سعد الدوسري.